سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب. صباح الخير عليكم البنات، صباح الخير والرباح، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا كي صبحوا وليداتكم؟ المهم هذا روتين ديال الحد نهار كامل بغيت نشاركو معاكم. كانت طلبات فيه واحد البنيه قالت لي بغينا نعرفك روتين الحد، ها هو غادي نشاركو معاكم ونيت نوريكم الزربيه كي في الصالون ان شاء الله. هذا الفطور، هذا فطورنا، انا ها فطوري اللي كان عادي ديالي هو هذا. هذا جابته نهيله مع الصباح، راه برد شي شويه فاقت وانا باقا ناعسه ومشات جابته وجات. انا نهار الحد ما غنفيق حتى العشرة، والعشرة البنات القديمه ماشي جديده، يعني هي 11 حتى كنصبح ناعسه نيت. المهم الحد كنمشي، الحد والسبت كنمشي على الساعه القديمه، والايامات الاخرى غالب الله كنمشي على الساعه الجديده. صافي درت اتاي وهذا هو فطورنا، شويه الشفنج واخا كما قلت لكم برد. واش تهيتي ولا بغيتي تحلمي بيه؟ حلمت بيه. حلمت بالشفنج. انا كنصايبو الصراحه، ما كنبغيش ديال الزنقه حقاش كيكون مزيت بزاف، ما كنشريش ديال الزنقه، انا صايبه وحاطه في القناه زوين. صافي غندير شويه العسل على هاد، انا غير اختي هي مسمنه ديال الدار ناشفين من الزيت، ما بغيت هاد الشفنج اصلا باينه فيه. صباح النور عليكم البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. والله العظيم الا توحشكم قريب ان شاء الله ننزل لكم واحد الوصفه زوينه بارك الصوص وفيتامين ان شاء الله قريب ننزلها لكم. وشكرا بزاف البنات اللي سولوا عليا، والله العظيم الا انا توحشكم ونهاركم مبروك. صافي هالبريري تاعنا وجد البنات، غنمشيو دابا نفطر ان شاء الله، والغدا باذن الله دايره الحوت. انا عندي لكم هاد الحوت منين شريته وشحال شريته، نقسمو ان شاء الله على يومين، نتلاقاو ان شاء الله البنات موال الغدا والعجينه وهلومه ما جاره راكم عارفين. صافي البنات من بعد ما فطرنا حيت لما عندي الفطور وغادي ندوز دابا باش نقاد الحوت، وما نقادوش دابا حتى شويه درتو في الفريكو، باقي شي شويه ما طلقش راسو. هاد الحوت البنات انا جبتو من اسواق السهلان، جبت شويه المينو شويه الصول والرايه، جبت تقريبا 250 درهم ديال الحوت، قسمت على جوج خطرات. هذا غادي نخلي ما غنديروش دابا، تقريبا قسمت على جوج خطرات، ندير النص من هذا اليوم والنص مثلا السيمانه الجايه ولا المهم شي نهار. ما نديرش هاد 250 جتا مثلا، جت كيلو صول وجت كيلو ميرنا وجت رايه وحده، قسمتهم على جوج ما نديرهمش كلهم دقه وحده، راه اصلا كثير. دابا هذا غادي نردو الفريكو، وهذا هو اللي غادي ندير ان شاء الله الغدا. ندوز نشلو في مياه حيت غير نقاه ليا ولكن ما مغسولش، غادي نشلو في الماء نحطو تسقطر وندوز نعجن العجينه ان شاء الله اللي غادي ندير ان شاء الله للغدا. ما عنديش الخبز الباحل، السبت درت الكسكسو، وفي العشيه كان عندي شويه الخبز هو اللي فطرنا هو اللي تعشينا به، واليوم راه شفتو سخنتيه اللي مسمن داك شويه الشفنج، يعني ما عنديش الخبز. صافي البنات انا هنا غسلت الحوت مزيان درتو في الشوكليت تسقطر، وهنا كما كتشوفوا درت القمح بن خالتو، درت سبيسيال، درت داك الحرش، درت الفورس، هادو غنعجن بهم ان شاء الله خبيزات ديال الدار. العجينه ديما كنديرها معاكم بلا ما نصورها، نعجن ونرجع ان شاء الله باش نوجدوا الغدا، وما انا غنعجن ونرجع معاكم. صافي كملت العجينه، عجنتها غير بيدي ما درتش كاع العجانه، مره كنبغي نخدم هكا بيديا حيت كيضروني بحال شكل الرياضه زعما كندير ليهم. والعجانه كنخليها غير العجينه بحال الكل كتبغي دليك بحال الكسكس، بحال الكسكس ولا شوفوا بحال المسمن بحال شي بريوش ولا. غادي نسلق شويه الخضره، نسلق شويه خيزو شويه بطاطا ونسلق شويه اللوبيا، وغادي ندير شويه الزعلوك بلا مطيشه اللي كيقول لي بزاف البنات حطيه، انا راه حاطاه البنات شي جوج مرات ولا ثلاثه، انا غنعاود نحطو دابا نيت، ما غاديش ندير فيه كاع مطيشه، وغندير شويه لاصوص، واحد لاصوص ديال مطيشه زوين كيجي مع الحوت فن، هاد الحوت البيض هكا اللي بغي يغمس في ديك لاصوص ويديرو كنديرو ديما تيعجبني، وكان عطاه ليا واحد الولد كنا مشينا للجديده وكلينا في دوك القهاوي اللي حدا البحر، والصراحه داك الولد حطو لينا وعجبنا وعاود زادنا وصورته مسكين وقال لي شنو فيه. من تما وانا معتمده ديك الساعه راه باقا ما ولد انا مصطفى لا نهيله، صراحه هاد لاصوص كنديرو. وغادي نسلق هاد البطاطا وهذا الشيء، وغادي ندير كما قلت لكم زعلوك، وغادي ندير شويه لاصوص، وغنقلي بنجاره. واخا نقلي خايب واعر ولكن عزيز عليا البنجار نقلي ما نقولش لكم، وغنقلي واحد الفليفله ولا جوج. المهم هادشي اللي غندير، انا غنقي هادشي وغادي نردو نسلقو ونرجع معاكم ان شاء الله البنات. دابا غادي ندوز البنات ندير داك الحوت يسرق، الحوت يترقد، غادي ناخد عندي الحامض وكي غندير الخل ديال الحامض حسن
هاد البنات راه زوين كبير وناقص في الثمن على الاخر اللي كناخذو 50 سنتيمتر يعني نص سترو بحال بحال. داك النهار انا حيت ما لقيتوش وجبته معايا من بين شفتو معايا داك النهار من اتاكادا، ولكن دابا مشيت لبيب لقيتو كاين جبتو شفت لاخو العادي. ها هو نوريه لكم تا هو هذا الخل الابيض، هذا الشلاضه وهذا جبتو للحوت ملي لقيتهم جابوه جبت جوج واخا عندي لاخر شفتو حيت صراحه بنين وزوين وناقص الثمن. دابا هو الخل الحامض انا غندير غير الخل وغندير شويه الملحه ماشي بزاف وغادي ندير شويه ديال الثومه غبره وغندير شويه ديال الخرقوم هضم كيعجبني داك اللويين ديال الحوت يجي يكون شبيه يكون هكا صفيفر وداك الحل اللي ما يبغيش ما يديروش شويه الكمون. انا الكمون يلا غنطحنو ما عنديش هنا غنرقدو دابا ما نستناش تنطحن الكمون ومع لا ما نطحنو ديك الساعه وندير شويه وغادي نبدا نرقد فيه هذاك الحوت. الطريفات ديال الرايه تقريبا الرايه دايره البنات تقريبا شي واش 30 درهم ولا 32 والله ما عقلت. ومزوينه الرايه كتعجبني انا حيت غير هضيره ما فيها لا شوك لا والو. دابا نغرقد هذا الشيء وغندوز نقرص الخبز نخليه مرقد حتى لو كان نبغي نقلي الحوت. ومره هذا مره السر ديال الكواري مره الحوت السر ديال المقلي مره شويه الشران واحد يبدل وصافي. انا كنتقدا الحوت هذا الابيض كنتقدا من اسواق السلام ديما عرفتوا علاش كي صراحه عندهم الحوت جديد انتم كتشوفوا ما كتجيب فيه لا ريحه لا والو. صافي انا غادي نكمل البنات ونمشي نقرص الخبز ونرجع معكم ان شاء الله. صافي انا قرصت الخبز هنا درتو بخبيزات صغيرين كما كتشوفوا غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا وغادي نرجع نطفي على البطاطا تسلقات واللوبيا تسلقات بقى لي خيزو هو اللي بقى ليا. بالنسبه للبنات الدنجال انا راه كنشويه على البوطه بارك عليك. يلا صافي كفات كده صافي غنزيد واحد الزيف اخر ساعه كفاني هذا وغندير لي واحد المانطه صغيره نغطي حيت شي شويه البرد. صافي وندوز كما قلت لكم شويه الدنجال غنشويه على البوطه صافي باش نقاد الزهلوك وهانتوما معايا. هنا خديت واحد شويه الدنجال ماشي بزاف غير وحده صغيره ودرت عليه شويه الملحه باش يهبط داك الماء اللي فيه وملي نقلي ملي يشار لي الزيت. وهنا خديت مطيشه غسلتها ودرتها بجلوفها مع وريقه سيدنا منصور ويسد ديال الثومه وشويه الملحه وغادي نردها طيب بلا ما بلا والو. غندير فيها شويه ديال الزيت هي غادي تطلق الماء ديالها ومن بعد غنطحنها نطفى العطريه ان شاء الله. هذا هو لاصوص اللي غيمشي مع الحوت ان شاء الله. صافي غادي ناخذ البطاطا هي الاولى غنديرها هنا غندير لها شويه العطريه وبلا شويه الزيت. غادي ناخذ هنا شويه الخل تقريبا هذه العطريه غنديرها الخيزو هاد شويه الخل هنايا تقريبا هاد العطريه البنات غنديرها وشويه الكمون شويه الملحه. غادي نقطع شويه المعدنوس ونرجع معكم. صافي غادي نزيد هنا شويه ديال المعدنوس غادي نخلط هادي نفس العطريه غنديرها الخيزو وغندير اللوبيا غير الخيزو واللوبيا غندير ليهم الخل ديال الحامض كيتواتى معاهم بزاف. صافي ونقادو في الطبيسي للبنات ودابا كنقلي في الفلفله وغندوز نقلي الحوت هو الاخر خليته باش ناكلوه سخون شويه شويه يا البنات ويتحرقوا لي خبيزاتي حمرتهم اكثر من اللازم نسيتهم والله الا نسيتهم. ها هي البنات ديك الخضيره درتها في الطبيسيل واحد باش ما نكثرش عليا الطباسيل بزاف ومنين نبغي نبدا نغسل في المعلقه عندي عرمت المواعن. دابا انا وهي اللي كتغسل في دوك المواعن اللي خدمت فيهم باش ما يتجمعوش عندنا بزاف وصافي. وهنا شطت لي اللوبيا حيت درت نص كيلو ما بغيتش نحطو كامل خليته في الماء ديالو اللي سلقتها فيه وغنديرها في الثلاجه نهار نبغي ندير شي طويجين نلوحات شويه اللوبيا. تقريبا كتبقى عندي هذه تقريبا سيمانه هكا القرعه ومعقمها ما والو حيت ما غاديش نخزن بزاف غير سيمانه ونستعملها. صافي دابا غادي ندوز نبدا نقلي في الحوت ونطحن ديك لاصوص. هنا غناخذ زيت العود ربع كاس حيت عندي غير شويه عندي جوج دنجالات كنت باغي صراحه ندير الدنجال كله كنشط راسي ما عنديش الوقت بس غير ماش غنقضي. هنا الحار كمون وغنزيد التحميره وغير تحطي التحميره باقا ما دجاش في القرعه تحطيها في الكون سبحان الله ما تلقايهاش ديرها في مختفون وشوف واش تلقايها ولا لا.
صافي تقريبا هذه العطريه اللي غندير، وغندير شويه الثومه. قزبره ومعدنوس ماشي دابا اللي حتى يطيب الزعلوك يسالي، ملح غير شويه صافي. بالنسبه للبنجال، بالنسبه للبنات المبتدئات الا شويتو غسلو قبل ما تشويو، ملي تشويو ما تغسلوش، باش تبقى في ديك البنه ديال الشي راه كيجي لذيذ بزاف. صافي غادي نرد هاد الزبيطه غير واحد شويه غير تخدفها، وندير فيها هاد الدنجال اللي انا معكتو مزيان بالفرشيطه، ونخليه واحد شويه تشرب ديك الزبيطه فوق البوطه، وندفي عليه نزيد شويه الحامض المصير والزيتون الاحمر ولا الاخر اللي عندكم، هو غالبا كيجي مع زيتون احمر. صافي ونزيد عليه قزبره ومعدنوس. صافي كملت البنات الخبز. بغيت غير نقول لكم واحد، هانتوما هادو تقبتهم وهاد الربعه راه ما تقبتهمش، ولكن راه بحال بحال كل ما تقوبين كل ما ماشي متقوبين. باش نتوما غادي ديروا الخبز لذيذ ما كاينش ما احسن منه. حرقني الفران واحد الحرقه، شحتني ولد الحرام فران الكاس كيولي طايب، يعني كيتقبتو كيما تقبتو. انا بعدا كنفضل الخبز هكا ما تقبش كيعجبني. صافي كملت، غنخلي الفران ملي طيبو ما تسدوش الفران، خليوه محلول لحتى يبرد عاد عاود تسدوه، هكا كيخسر الفران كيصدي. ها هو البنات الزهلوك وجد صراحه جابني، حست زعما ديك الكاسرونه اللي شدتني فاك بالحروره ديالو، ولكن راه الحار كنعطيه صاليه ما نكذبش عليكم، شي حاجه سميتها الحار كنموت عليها. انا غندير الحار هنا غندير الحار بلاصو صافي، ودرت مليحه وغندير شويه التحميره صافي، هادشي اللي فيها. ولكن راه كتجي بنينه غير جربوها، هادي غير مع الحوت. غادي نردها واحد شويه فوق البوطه، هي راه جات خاطره غير لكن شي ما تزيد تنقص صافي، وهي وجدات. ونحط هاد السكن قليل فيه دابا البنات صافي. هاد لاصوص هاد البنات رانا صفيتها، ضروري ما تصفيوها حيت كيبقاو دوك الجلوف ما يعجبكمش في الماكله. من الاحسن تصفيوها صفايه رقيقه وكتجي هكا زوينه وخاطره، راه ما طيبتها لا بما لا بوالو، هانتوما شحال زوينه صافي. دابا غادي نمشي بقات لي قليه وحده هي الاخرى، نمشي ان شاء الله نقاد الطبله باش نحط لنا نتغدى. صافي البنات هذا هو غدانا، وجدتو ماشي شحال نوعيله مليحه، تبغتي مليحه لهاد الفلفله فلا مقصطاش اللي بغاها يقشر وياكل. ها هو داك لاصوص صافي، وخبيزات ديال الدار والحوت. ها هو صراحة كيطلع اقتصادي، بحال شحال مرة كنمشيو ناكل وحدة هاديك البوسطة كبيرة كتاخدي بلا تقريبا 200 من كل واحد، واحد 50 50، وما كينضوش الدراري شبعانين صراحة الله، كتخزن الدقيقة ديال 300 درهم. والله ما تاخدو هكا الحوت، ها هو طلع ب 250 وقسمتو على جوج خطرات، وكما كتشوفو راه طبسيل عامر، راه بحال اللي كياكلو في الزنقة مع شليضو داكشي ديال الدار. اللهم ادي الهانيه محفظها من الزوال. المهم نتغداو وما غاديش نغسل الماي عندها باش ما نكذبش عليكم، حيت عييت غادي نرتاح شي شويه، وعاد نغسل الماي هنا ونسيق الدار ان شاء الله، ونوريكم ديك الساعه ان شاء الله الصالون. نغسل الفرن البنات تقريبا راه حيت النص الكثير، هذا اللي حيت منهم داك اليدام وداكشي ديال الزيت، وعاد غنعاودهم بشويه تيد وجافيل ماشي تيد المسحوق باش كنغسل الماعن. هذا واحد البراد البنات، درت فيه الماء طيب، درت فيه الماء الخماره صراحه، ولا هكا احمر باتاي صافي. غنحط ليه فمو بهذا غيولي كيشعل صافي. البنات اللوبيا ديالتي راها بردات، خصني نديرها في الثلاجه. انا راه جبت شويه البيض، بغيت نصاوب كيكه، ديما البيض ما يكونش بارد من الثلاجه باش الكيكه تصدق، ما نجيبوش من الثلاجه بارد ونديرو به كيكه، نخليه شويه تاي سخن، غنمشي نخرج واحد شويه غير مع ريحانه، نضرب واحد الدويره هنا وغنشوف حتى تجي تبيم، وجيت تجمع ونرجع لقيت شويه ديسان نجيبو معايا، ما خرجاتش البارح واليوم وقلقانه، غنديها شويه تخرج دابا ونرجع ان شاء الله نقاد كيكه. ما غنديرش الغد العشاء بصفه نهائيه، باقي لي من الغدا بزاف، دابا نوريكم شحال بقات لي الماكله صافي، ومني نرجع ان شاء الله نوريكم
زربيه ونوريكم الزربيه الدوزيام ديالها راه عندي انا شاريه غير الطريف الصغير ديالها تحت الكره تحت الطبله ديال اللي كناكلوا عليها صراحه ما زوينش ولكن البروميان تاعها زوين نخرج دابا ومن نجي ان شاء الله نتلاقاو جيت هاد البنات من بين لقيت هاد السطح حشاكم ديال الحمام عجبني شريته هو الكرسي داير ليهم 22 درهم وانا كنت بغيت غير كرسي الحمام صراحه كرسي نيت يهزني انا زوين هكا بعض المرات كنبغي نخبز الخبز في الفران ديال الكاز وكنبغي شي كرسي حاضر وما كنلقاش لقيت هذا وسطيل زوين ها هو في الباج وسطل وطاسه الحمام والشبكه هادو كلهم 22 درهم وخديته صافي وخرجت الريحه انا الكلاص وجدت له هايله حتى هي واحد باش ما تقلقش باقي حتى هي عقلها صغير صافي وجدت واحد الكيلو تاع العنب ها هو هذا الجامع غنديرو يتغسل غنحطو في العشيه مع شويه الرمان الله يجعل البركه مع داكشي اللي شاط في الغدا نديرو في الماء ونخليه تيخرج تيخرج منو كاع دوك الاوساخ اللي فيه هاهي كتكون كيبطيحه ريحانه هاكي وحيده انا خصيتها صافي دابا غادي نديرو زيت المقادير ديال الكيكه عندي في المقادير عندي كاس د حليب دافي وما انا غنولي نمشيو ونرجع معاكم ان شاء الله انا وجدت المقادير المهم واخا ما تشوف داكشي متناسق كما كنصيف في العاده وصافي انا في العاده كاس كيدوز على كل شيء باش ما نبقاش نكثر عليا المواعن عندي 4 البيضات ولكن انا هاد البيض راه عندي صغيور بزاف غادي ندير 5 البيضات اللي عنده البيض كبير يدير 4 البيضات عندي واحد ربع كاس تاع عصير الحامض وعندي نص كاس تاع الزيت وعندي كاس ونص سنيده وعندي الجمعال الكبار ديال المايزينا وعندي كاس ديال الحليب يكون دافي ما يكونش بارد وجوج كيسان ونص تاع طحين الفورص صافي وجوج خمارات وفاني اول حاجه غندير ان شاء الله هي البيض ما بغيتش الروتين يخرج هكا خاوي بنات بلا وصفه بلا والو واحد الاخت قالت لي بقيت ديري لنا كتبت لي البارح قالت لي بقيت ديري لنا وصفات في الروتين راه كندير اختي انا الروتين ما كيخرجش خاوي غير هكا ضروري كندير فيه شي وصفه لما كانتش طاجين كتكون كيكون شي حاجه للكاسكوت ولا شي حاجه للعشاء وغادي نزيد معها شويه الملحه الفران درتو كيسخن مني بديت مني فكرت ندير الكيكه درت الفران يسخن وغادي ناخذ هنا سنيده نعبر كاس ونص البنات ها هو كاس انا غادي نزيد نص كاس اللي بغى يدير غير كاس يحبس المهم هو راه صراحه هذا الكيك ديال الحامض انا كيعجبني بزاف بزاف بغيت ناخذ الليمون باش نصايب لكم الحلوه ديال الليمون ما لقيتش الليمون لقيت واحد الليمون ناشف في اسواق سهله وديري ليه 12 درهم البنات يعني غالي بزاف ما عرفتش علاش واش الليمون ماشي وقته زعما ها هي الفاني غنطلع هادو مزيان غادي نزيد هاد الحامض اللي حكيت غادي نزيد الزيت غادي نزيد واحد جوج معلقات كبار ديال النشا مغربله في هاتي بالنسبه للنشا بالنسبه للنشا والفورص غنديروا غير هذا وتا البيض وداك الشيء اللي بغيتو من الاول ديروا غير الطراب العادي هذا ماشي مشكل بالنسبه للفورص البنات والعصير الحامض غنديروه بالتناوب حيت بعض المرات كاين اللي كيدير هاد الكيكه ديال الحامض وكتجي نازله نديرو بالتناوب مثلا نخويو شويه ديال الفورص نخويو واحد الجريمه ديال الحامض هكا نبقاو غاديين انا نعبر هنا كاس تاع الفورص العبار هاد العبارات اللي عطيتكم البنات كلهم بكاس العنبه مثلا غادي ندير هكا واحد شويه هذا كاس كاس وغادي ندير هنا شويه ديال الحامض ديروش كله وغادي نبقى نخلطها هكا نتمنى الصوره تكون واضحه هو هاد الكيك الحامض راه تيكون خفيف تيجي خفيف وزوين غادي نعبر عاوتاني كاس اخر ونزيد وانا كنطرب
دابا باقي عندي نص كاس تاع الطحين، غادي نزيد معاه ديك الجريمه اللي بقات تاع الحامض وغندير جوج خميرات. صافي دابا بقى ليا نص كاس، غنزيد معاه الجريمه اللي بقات. صافي ما بقيتش عندي الطحين هكا، عندي خليط ما ثقيل ما خفيف، هادشي اللي بغيت. ضروري ما تغربلو البنات الطحين، وتغربلو النشا، وتغربلو حتى الخميره. صافي غادي ندير هنا جوج تقريبا جوج خميرات. نضرب هاد الخمارة شوية ونمشي ندهن واحد المول دائري، أنا غنديرها في الدائري حيت الدائري هو اللي مكيجيش يعوج بزاف، هادوك العاديين تيجي الأغلبية ديالهم عوجين. صافي دهنت هاد المول، هادي ما نخليوهاش، أنا غنسالي ونحيدها. كيكة سهلة ومقادير بسيطة، إلا تبعتو الطريقة وتجيكم كيكة طالعة. أنا طيبتها في الفران في الضو على 160 درجة، غنشعل عليها لتحت واحد المدة ديال 45 دقيقة، طلع على خاطرها ونشعل عليها الفوق. بالنسبة لهذا غنهبطو بحال هاكا حيت هذا كيكرم، شحال مرة قلتها بالنسبة دابا البنات اللي معايا جدادات البنات الصغارات، كيكرم ملي كيكرم كتكون طالعة هديك العجين هديك الكيكة كتلقى هذا كارم مكتنفخش. كاينه هكا الخو. صافي غنديرو في الفران ونمشيو دابا ان شاء الله نشوفو الصالون. صافي البنات ها هي الزربيه، تما راه عندي خاوي راه كما قلت لكم ممتا نشوف اش غندير فيه. حد الاخت قالت لي حيد هاد القلع، اختي القاع ديالها قبل الغبره وصافي، يعني دابا نحيد بنجيب عندي واحد ابيض دابا نجبدو نديرو فوق هذاك الناب، باغا اصلا نصب الناب وسريب تاع مسخين. ها الزربيه البنات، انا غنقرب هنا الارض شتوفوها مزيان. كما قلت لكم هي راه ماشي زربيه وماشي موكيت، قال لي سميتهم بيوت البيوت، قال لي سميتهم البيوت هكا. دابا شتو ملي كت هكا كدي تجيلون وهكا تيجيلون صراحه، وها خدت واخا تنتفي على جهدك. الاخرين دوزيام انا غنوريها لكم هي عندي، هي كنتمنى تكون شتوها مزيان. خديتها هاد ماشي ماغون، هذا الباج مغلوق، وان شاء الله دابا نوريكم شي روتين اخر بنهار تكون شميشه ونوريها لكم. ها هي تقريبا خديت هنا خمسة على ثلاثة، خمسة متر على ثلاثة، طلعت لي واقيلا بشي 2500 درهم يمكن، حيت انا خديت بزاف. راه حتى نودي ريحانة، نودي ريحانة راه منين جتو هي تكركب عليها تقريبا. تما راه عندي في القنت اللي هي طالعة وصافي، وحبستها هنا ما بغيتش نداس اللي هي. صافي كما قلت لكم ها اللوين تاعها شفتو. وبالنسبة للبنات قالوا لي راه كيديروا سميتو كطيح فيهم الماكله وكتبقى. الا انا هاد ما كناكلش هنا ياك، هو زوين تقريبا مني درتها ما شطرتهاش، وها هي راه بقى نقيه كما كتشوفوا، وغير كراره ولا ديك باي باي كتخدم. ولا انسبيراتور، هذه لا انسبيراتور من الاحسن. السيده انا وراتو ليا واحد المستبعه الله يجازيها بالخير، كانت حاجه مزيانه يعطيها لك، كانت خايبه يقول لك خايبه، قال لي كاين الدوزيام وكاين البروميان. هاد الدوزيام هاد البروميان ما فهموش الفرق بزاف، ومن الاحسن ياخذ واحد حاجه زوينه. هادي كما قال لي هو، قال لي هادي معقوده، هادي كتسرب ما كتنتفش حتى هي بسهوله كما كتشوفوا، ولكن هانتوما ولكن كتسرب من الجناب، من هنا كتسرب ديما كنلقى شي خويط مجبود. هادي خديتها انا غير صغيره، ديرها في المراحل الطبله، خديتها ب 300 درهم هكا طريف. المهم راه عندي تقريبا واقيلا شي عام كنظن، وراه كاينين بحالهم في الكبار شفتو. هيا هادي عقده معقود. المهم نعطيكم البنات فكره بالنسبه اللي بغى ياخذهم، راهم زوينين. كيجمعوا الخمله كيجمعوا الماكله داكشي كاي، لا طاح راه ما تيبانش، يعني عندكم واحد التخميله مره في السيمانه ديروها على الجناب ديال السديدرات، تهزوا هاد السوسه وترجعوه، ولا الانسبيراتور هكا ولا ديك باي باي ولا كراره فاكه حيدي مونيكتك. المهم صافي البنات الكيكه كطيب، ان شاء الله نوريكم حق الفلوس. بالنسبه لهاد الفلوس البنات راه هي ديال بالعاني، راه ماشي ديال بصح، الاخوات بقاو كيتسائلوا. المهم انا جاوبت الاخوات قلت لهم ديال بالعاني، واحد الاخت قلت لها راه ديال بالعاني، قالت لي انا شوفي كيفاش هضرت معاك وانت كيفاش جاوبتيني. والله اختي ديال بالعاني ما عرفتش واش دابا هي صاحبتني كانت تفلع وقلت لها راه ديال بالعاني، قالت لي واش هذوك الفلوس كيبانوا صغيرين في الكاميرا، هذوك الفلوس شنو هما؟ قلت لها راه ديال بالعاني وتقلقات، قالت لي انا كيفاش سولتك وانت كيفاش جاوبتيني اختي راه بصح ديال بالعاني.
هذا غير مولده مشى للبنكه وجابوا من الريحانه قال لها كيلعبي بهم. جابوا في واحد الكتاب، جاب لها هادو، جاب لها جدريالات 4 واد 100 دريال 5 دراهم 10 دراهم، جاب لها كتوبه بزاف مرافقين فيهم هادو. وانا خديتهم عجبوني، خديتهم هكا قلت لهم كان من ندير تقضيه ولا ندير تقسيم المصروف يجي يخدموا لي احسن من نديرو بصح. حبات شي ساعه شنو ندير مخلوه قداش صغيره. تلاقاو ان شاء الله نطيب كيكه. صافي البنات، بالنسبه للعشاء ها هو العشاء. الشوره بقيت تقريبا شاطت لي الماكله كلها، درت لها الفيلم اليمونتيغ. انا راحت طافيه الضو في المراح حيت الفريخ ناعس ما كنبغيش تشعل عليه الضو. درت لكم غير الضو ديال التليفون. بالنسبه للعشاء البنات، انا ما درتش العشاء، شاطت لي الماكله كما كتشوفوا تقريبا كثيره، يعني ما غاديش حتى الحوت هو شاط. غطيت كلشي، اللي بغى شي حاجه غيجي يتعشى، اللي ما بغاهاش غادي نعاود نجمعها ونديرها في الثلاجه. ها هي الكيكه البنات طابت، جات زوينه. انا غنخليها هكا سامبل، ما غنزوقها ما والو، حيت نبغي نعطي من الدريه الصباح ولا ما ندير لها فيها لا كونفيتي لا الشكلاط ولا لا. المهم غير جربوها البنات وديروا لها الطريقه ديال الحامض كما قلت لكم، ما ديروش مع المقادير. الشوره كتجي زوينه، كتجي رطبه وزوينه وكتجي خفيفه، زوينه للدراري الصباح يفطروا بها. كنتمنى الحلقة ديال اليوم تكون عجباتكم، ونتمنى الكيكة اللي درت معاكم تكون هي عجباتكم. خليت لكم الراحة وإن شاء الله إن شاء الله نتلاقاو في وصفة، نتلاقاو في حليوات، ونتلاقاو في واحد الملوي اللي رائع كيجي زوين بزاف وماشي واعر. أي أخت تقدر ديره وغيجيها زوين إن شاء الله، نقدر نديره مورا هاد الحلقة إلا كتب إلا قسم الله وكتب الله نديره إن شاء الله. خليت لكم الراحة وفي أمان الله. السلام عليكم البنات.